رحمة الله. يعني هذا الكاسكو تقدرون تشوفون كيف ان مسكين منتف عمره هذا رعي كان رش له كركم في محاولة لتخفيف موضوع التنتيف. اللي ودي أرويكم إياه لأنه بتلاحظون هني أن هذا كله مقصوص بمقص. الشاهد في الأمر أن سالفة تنتيف الريش لها وايد عوامل شرحتها قبل، عوامل بيئية، عوامل مرضية، عوامل طبيعية، تغيير الهرمونات. ولكن أحد العوامل البيئية اللي يساعد في بداية التنتيف ويساعد في انتشاره في الطير الاكسسيف تريمينج. إذا جاي تقص وقصيت وايد، يعني شوف من خلال الحواف هذه تعرف ان هذا كله مقصوص بمقص، يعني هذا كله مقصوص بمقص. وحتى هني شوفوا كيف هذا كله مقصوص بمقص، فتقدر من خلال طبعا الطير يوم يكون واقف طبيعة الحال عقب ما تقص الطير يحرص على الحفاظ على البلاميج او لمعة الريش او رونق الريش، فيبدأ يحاول انه يرتب هذا اللي انت قصيت لياه. فيوم يبدأ يرتب الريشة تبدأ تستوي فيها هذه نسميها نحن الشرشرة، يعني يبدأ يستوي نهاياتها، مش نهايات سموث، مش نهايات ناعمة، فتبدأ تستوي. فهو يتم ياكل 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 في محاولات يائسة عشان يقلل التروما أو يقلل الاحتكاك مال هذه المنطقة بهذه المنطقة. فيعني من هني تبدأ عادة التنتيف أو عادة هذا، نتيجة أن اللي قص الريش قص بطريقة اكسسيف أو قص بطريقة خاطئة. فيعني على العموم من يبدأ ينتف في ريشة يبدأ يتعود يحب الطعم، فيبدأ يكمل على باقي الريش ويبدأ يستوي لهذه المشاكل هذه اللي تشوفونها. التنتيف الريش هذه في العادة تكون سالفة مركبة، يعني مش شرط أن يكون لها سبب واحد، عادي يكون لها 5-6 أسباب، وهذه الأسباب مجتمعة أدوا إلى أن الطير ينتف. في مثل هذه الحالة شفنا مثلا ان الرنج هذا تقدر بسهوله تشله وترده، فهذا على الاغلب اندل دل على ان هذا طير جنجلي. جنجلي يعني مصيود، الطير هذا مصيود. الطيور المصيوده تكون اكثر عرضه للاسترس بحكم انها مرت بتجربه اللي هو سرقوها ولين ما وصلوها وهربوها وهالامور، فيكون الطير عنده يعني يكون الطير تروماتيك، الطير يكون متاثر عاطفيا بهذا الحدث اللي صار في حياته. فبمجرد ما يزيد عليه الأحداث بحدث آخر، هذه الأحداث مجتمعة يؤدوا إلى أن الطير في النهاية يبدأ يتنتيف الريش. ويوم ياني بهذه الطريقة، ولكن يعني طبعا وايدين يقدرون يحددون إذا هذا الرنج متركب أو إذا هذا الرنج أصلي أو أن حجمه غير مطابق لقدم الطير، فنقدر نعرف من خلاله أن هذا يكون متركب. من خلال الفحص الظاهري بتلاحظون أن هذين يسمونهم الداون فيذرز، يعني ان الطير قاعد يبدل ريش. تبديل الريش ايضا يكون فيه تغييرات هرمونيه، فالتغييرات الهرمونيه مع كون الطير مصيود مع قص الريش مع يمكن يكون عنده مشكله عضويه الحين بنبدا نشيك عليه، هذه العوامل المجتمعه ادت الى ان الطير نفس ما تشوفون قاعد ينتف ريشه. فلذلك طبعا الحين خذينا هذه الاشعه، تقدرون تشوفون ان الكبد متضخم، فتضخم الكبد ايضا له دلاله على او له دور في موضوع انه يمكن يكون بدا في تنتيف الريش. وبتلاحظون ان هذه العظمه كانت انكسرت من قبل والتئمت، وهذا الانكسار قد يكون ايضا من الشغلات اللي صارت له او انشرخت نتيجه تهريب. وثاني شيء أبراويكم ان بتلاحظون ان اذا فتحتوا حلجه نلاحظ ان ايضا في الداخل بتحصلون هذا الاشي الابيض البيضه اللي على اليمين، هذه ايضا قد تكون اللي هو الكنكر، ترايكومونس، فطريات، لها وايد مسببات او لها وايد اشكال مرضيه، ولكن الحين بنفحصها وبنشوف. هذه العوامل كلها هي اللي قد تكون مؤثره فيه بحيث انه يوصل لسالفه تنتيف الريش، والعوامل المجتمعه لازم تتعالج عشان الطير يوصل.